أناب صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء معالي الشيخ خالد بن عبد الله الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء لحضور حفل الاستقبال الذي نظمته سفارة المملكة العربية السعودية لدى مملكة البحرين، وذلك بمناسبة اليوم الوطني السعودي 94. ولدى وصول معاليه موقع الاحتفال يرافقه عدد من أصحاب السعادة الوزراء، كان في مقدمة مستقبليه سعادة المستشار فهد بن محمد بن عجمي بن منيخر القائم بالأعمال بالإنابة لسفارة المملكة العربية السعودية لدى البحرين. وبهذه المناسبة أكد معالي الشيخ خالد بن عبد الله أن العلاقات البحرينية السعودية الراسخة والمتجذرة في ظل ما تحظى به من رعاية حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم وأخيه خادم الحرمين الشريفين، والتي تترجمها الرؤى المشتركة لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وأخيه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية، ستظل نموذجا يحتذى في التضامن العربي وامتدادا لمصير واحد ومستقبل مشترك. وأوضح معاليه أن الشراكة القائمة بين البلدين لا يمكن اعتبارها بأي حال من الأحوال شراكة اعتيادية، بل هي شراكة استثنائية مبنية على تطلعات استراتيجية متبادلة نابعة من القواسم الجامعة التي تربط البلدين وشعبيهما الشقيقين، مشددا على أن البحرين ستظل على الدوام داعما قويا وسندا معاضدا للسعودية في كل ما يحفظ لها مكانتها كقوة اقتصادية وسياسية ذات ثقل عالمي وحضور مؤثر في تحقيق الاستقرار للمنطقة والعالم، وصاحبة دور محوري داعم لقضايا الأمتين العربية والإسلامية من خلال مواقفها الثابتة في نصرة الحق وإرساء مبادئ السلام. ولفت معاليه إلى أن عجلة التكامل الاقتصادي والتجاري بين البلدين الشقيقين آخذة في التصاعد وبوتيرة متسارعة في شتى المجالات، الأمر الذي يدعو دائما للنظر بتفاؤل نحو تحقيق البلدين للأهداف التي يسعيان إليها من خلال رؤيتيهما الاقتصاديتين 2030. كما أشاد معاليه بما تشهده المملكة الشقيقة من نهضة غير مسبوقة وتحول تاريخي كبير أساسه اقتصاد متنوع ومستدام ومجتمع متقدم ودولة تسير ببصيرة ثاقبة وخطى واثقة نحو الريادة والتميز والصدارة على المستويين الإقليمي والدولي. في الحفل 94 لسفارة المملكة العربية السعودية الشقيقة في مملكة البحرين، فرحة واحدة غمرت قلوب شعبين ببهجة كبيرة في مظهر يجسد طبيعة وعمق العلاقات السعودية البحرينية والتي تعد نموذجا يحتذى في الشراكة ووحدة المصير المشترك. اليوم هاي فرحة ما نقدر نوصفها، ألا وهو اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية. احنا كمجلس نواب والمجلس الشورى السعودي عندنا توافق تام على كل الامور اللي المشتركه، وعندنا تنسيق تام بين البلدين. احنا نكرر فرحتنا كبحرينيين، والله يعز السعوديه ان شاء الله ويعز ملوكها. احنا سعيدين الليله بنحتفل بذكرى اليوم الوطني 94 لتوحيد المملكه على يد الملك عبد العزيز رحمه الله عليه، وسعيدين باستقبال كبار الشخصيات من مملكة البحرين الشقيقة. العلاقات الثنائية والله الحمد المجال يعني لا يتسع للحديث عنها، لكنها من علاقات متطورة ومتجذرة. وكل عام وانتم بخير جميعا، ونشكر الحضور الكريم، والله يديم الأفراح إن شاء الله بين المملكتين الشقيقتين. هذا اليوم يعني يوم سعيد بالنسبة لنا، احنا كأهل البحرين نحتفل مع أشقائنا في السعودية بهذا اليوم. يوم تحققت فيه إنجازات كثيرة، وإحنا تربطنا علاقة تاريخية وممتدة مع المملكة العربية السعودية، علاقة مصاهرة وقربة، وإحنا يعني بلد واحد، وتربطنا معهم يعني كثير من المصالح المشتركة. العلاقة بين البحرين والمملكة العربية السعودية علاقة
قوية جدا ومتينة جدا، وعلاقة حب وعلاقة مصير مشترك. ولذلك اليوم عندما نحتفل باليوم الوطني السعودي نحن نحتفل بالعمق العربي لمملكة البحرين والعمق الإسلامي. طبعا العلاقات متجذرة، العلاقات مش وليدة اليوم، علاقات قديمة مثل ما قالها من أيام صاحب العظمة شيخ حمد بن عيسى آل خليفة، اللي قال القلوب مجتمعة إلى الأبد بإذن الله. فبلا شك أنتوا بين أهلكم وناسكم وحبايبكم، والله يديم المحبة إن شاء الله.